حتى في سوء فهم، خليني أقول لك لبعض المسيحيين، هذا نقطة مهمة كويس أنت أثرتها، أنه في ناس بيفكروا أنه أخنوخ يقول وسار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأنه الله أخذه. الكلمة بالعبري لقاح أو نقله. ونفس الشيء في إيليا كمان نفس الشيء، الله أخذه. وحتى هو حكى لإليشع قال له ماذا تريد قبل أن أؤخذ منك؟ نفس جذر الكلمة هي لقاح. فهون في ناس بيفكروا أنه هذول الناس ممكن طلعوا على السماء، إحنا ما بنعرف. هلا في شيء مهم، الكتاب المقدس صامت عن مصير هذول، وين هم؟ لأنه هو ما بيحكي أنه راحوا على السماء، أنه الله أخذهم. وين أخذهم؟ يعني أخنوخ مكتوب عنه صار مع الله، صار مع الله. لم يوجد أكيد. وكمان عن إسماعيل يقول وكان الرب مع الغلام. لا بس بالنسبة لإيليا يعني إيليا ظهر مع موسى على جبل التجلي، على جبل التجلي عندنا في قريب يعني، وموسى أيضا ظهر كنبي أيضا ظهر على التجلي. يقول وكلماه، هذا كويس حكيته، وكلماه عن خروجه العتيد. زي ما خرج شعب إسرائيل من العبودية، المسيح خرج من أورشليم بالصليب حتى يحررنا من عبودية الخطية. وهو الكتاب بيستخدم يقول وكلمه عن خروجه العتيد. بس يعني طبعا هون المقصد الصليب يعني. يا اكزاكتلي. وهم بيحكوا عن الصليب، عن الخروج الجديد، التدبير الجديد. الرب يسوع قال احدا جديدا سوف راح اعمل وانا معاكم. طيب. ولما عمل شركه الكسر الخبز، وهذا كان واضح انه طيب. العهد الجديد اتاسس بدم المسيح اللي انسكب على الصليب.